الصديق الوحيد الذي لا يوجد له عدو هو المال. المال كلنا لا نجد له عداوة في الأرض، والله سبحانه وتعالى وصفه في القرآن الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يزين حياتك، يلبسك، يهندمك، يقدمك أمام الآخرين، يعطيك المظهر، يعطيك الجمال، يعطيك الكمال، يعطيك القبول، كذلك أنه يعطيك أشياء جميلة، يسخر لك خادم جيد، يسحب لك ما تريد في هذه الدنيا، هذا يسمى المال، هذه حقيقة. طيب خلينا نرجع للمال، مدام كذا خلينا بسألك سؤال عن المال، بعض الناس يقول هذا وسخ دنيا يا أخي المال. وسخ دنيا الله سبحانه وصفه بزينة، فكيف يكون وسخ والله سبحانه ذكر في القرآن أنه زينة؟ فهذا مناقض للعقل البشري. الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي نوح، فكيف توصفه في الله سبحانه يصفه بالزينة والبشر توصفه بوسخ الدنيا، مع أن كل البشر تتقاتل من أجل المال، الدول من أجل المال، الإنسان الكادح الفقير البائس الغني كلهم يجرون من أجل هذا المال. لكن الآن كيف نجذب هذا المال؟ هنا السؤال بسيط جدا، أنا أريد وسيلة بسيطة صغيرة عن طريق الدليل المنطقي العقلي كيف أجذب المال في قانون الارتداد الإسلامي، كيف أنا أرتد عليه هذا المال في حياتي. كنا باحثين عن السعادة، كنا في رحلة البحث عن السعادة، لا يوجد إنسان في هذا الكون كله على بكرة أبيه لا يبحث عن إيش السعادة. صحيح. كنا باحثين في هذه الرحلة. صحيح. لو تسأل إنسان في هذه الدنيا ماذا تريد يقول أريد السعادة، يعني عطني مفهوم السعادة، يقولك والله المنزل الوسيع والزوجة الصالحة والأبناء البارين والسيارة الجميلة والقصر الكبير والحياة المرفهة والصحة في البدن، أريد أن أكون أجمع هذا العالم في هذا الجسم الصغير. هو يريد ذلك. هنا نقول عندك قانون الارتداد، طبق قانون الارتداد واحصل على ما تريد. الله. هذا وعد إلهي طبعا، أنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا الوعد الإلهي مع نظرية الاختيار، نظرية ويليام غلاسر التي مشتقة كذلك، ويليام غلاسر اشتقها من القرآن، يعني ويليام غلاسر هذا إنسان يعني مسيحي لا يؤمن في الدين، ولكن نظرية ويليام غلاسر هي منبثقة من القرآن الكريم، أصل النظرية. الله. طيب خلونا نقول الآن كيف أنا أحصل على ما أريد. هنا سؤال بسيط جدا، والله أنت تعطيني تقول والله يا أخي معلش قانون الارتداد، أنت بتعطيني شيء بيرتد عليه. صحيح. عطني ما يثبت هذا الارتداد بس بكل بساطة، يعني ممكن أقول كلمات منمقة وأعطيك والله أنت تستطيع، أنت صعد الجبال، أنت إنسان قوي، تستطيع أن تبحر في السماء، يعني هذا مجرد كلمات صح ولا لا؟ لكن عطني القانون الجميل الذي يفيدني ووظف على إيش أرض الواقع. صح. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى قال في أحد قوانين الارتداد، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأمال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم، ذكر المال صريح، ما يحتاج ترى أروح إلى عالم ولا مفسر ولا أبحث عن شيخ، أنا ماني بحاجة لكل هؤلاء، لأنه قال يمددكم بأموال، مال صريح، بمعنى أنه الاستغفار هو وسيلة للحصول على المال. على المال طريقة، أنت مالك علاقة، أنت تبذل سبب الاستغفار في كل لحظة، في ذهابك للمدرسة، في بيتك، في منزلك، في عملك، المال سوف يأتيك، هذا وعد إلهي، أنت فقط ابذل السبب ثم يأتيك الله الارتداد. هذه النقطة الأولى من قانون الارتداد. جميل. النقطة الثانية، من منا لا يريد أن يعيش حياة سعيدة؟ من منا يريد أن يستمتع بالحياة؟ من منا ما يريد أن يسقط السقطات المؤلمة؟ من منا لا يريد أن يموت في مرض يعني فاجع له أو ربما لا يرجى برؤه؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صناع المعروف تقي مصارع السوء. كل معروف نزرعه في هذه الأرض يرتد الله على النفس. الله. الله. يسمى هذا قانون الارتداد الإسلامي، بمعنى كل ما شيء نزرعه في هذه الأرض يرتد علينا. صح صح. فهذه من الأشياء التي تمنع مصارع السوء لدى الله. الإنسان في حياته. الله. الله. القانون الثالث طبعا من قانون الارتداد اللي هو قانون الصدقة. نعم. تخيل أنه حتى الآن أنا أحيانا أنا أذنب، أنا أحدث ذنب بيني وبين نفسي ما حد يعلم فيه الله سبحانه وتعالى. صح. طيب أنا كيف أطهر نفسي؟ كيف أزكي هذه النفس؟ كيف أنا أتطهر وأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ هذه طهارة لك، أنت جالس الدنيا إذا ما تطهرت فيها متى تتطهر؟ أحيانا نذنب ينقص نغتاب نسوي معصية خطيئة نشاهد نريد أن نتطهر، أحيانا نتطهر في الصدقة كما قال الله سبحانه وتعالى. الله. كذلك أن قانون الصدقة في القانون الثالث في قوانين الارتداد عجيب جدا. عجيب جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعطي كل صباح ينزل مال، اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. وممفقا خلفا. خلف. نعم. السؤال مطروح في قانون الارتداد، والله ممسكا معناته هذا الإنسان يمسك المال معناته يكثر المال، فكيف الآن يتلف المال؟ هنا السؤال بسيط جدا، هو يتلف صحة الإنسان في جمعه وشقائه وبخله وحرصه ثم يذهب هباء منثورا الورثة، لا يستطيع أن يستمتع ولا يذوق لذة المال، إذن هو خادم جيد
أتلف في حياته وصحته في الكدح. أما الإنسان الذي ينفق ينفق الله عليه، أنفق ينفق الله عليك، بمعنى أنه هذا الارتداد يرتد عليه. ما نقص مال من صدقة، من صدقة. الصدقة تطفي غضب الرحمن أو الرب. الرب. نعم. بمعنى أنه هذه الصدقة في القانون الثالث هي من أجمل قوانين الحياة. أنا جالس أعطيك قوانين الارتداد في الرزق، في الصحة، في السعادة. ننطلق إلى القانون الثالث وهو أعجب قانون، ولكن الأرض لا يستطيعون أطلاقا، ما لا تستطيعون تطبيق هذا القانون. ليش؟ لا تستطيعون تطبيق هذا القانون. شلون؟ حتى لو قلنا بنطبق القانون الرابع، مجرد نحن نضحك على أنفسنا، نحن ضاحكون على نفس البشرية. رب سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نبي نلقي القانون الرابع، حنلقي الأعذار، لأن هذا القانون صادم النفس البشرية، وغالب النفس البشرية لا تقبل هذا الشيء. وهو قانون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من يريد الله أن يطيل الله في عمره يوسع له في أثره، نعم، فليصل رحمه. نعم. كلنا لدينا خلافات مع الرحم، كلنا لدينا قطيع. هذا القانون خطير جدا. منا من يبذل الرياضة، يسعى الآن تجده في محافظة على نادي رياضي. منا من يأكل الطعام الجيد والصحي حتى يطيل الله في عمره. منا من يمارس الأشياء، يبتعد عن الأشياء المسكرات والمخدرات من أجل إطالة هذا العمر. منا من يحرص على الفحص الطبي الشهري كل 6 شهور من أجل إطالة العمر، ولكن تؤخذ في حادث مروري سهل، صح، أو ربما تسقط في سقطة معينة في قدر الله ثم تنتهي من هذه الأرض. صدقت. والقانون بسيط، قال لك كل هذه الأشياء اللي قدمتها ترى في قانون سهل بسيط، صلة الرحم، إطالة العمر، الله يوسع لك في الرزق. هذا القانون لا أحد يستطيع أن يطبقه حقيقة. قليل. يا الله. بعض الناس يعتقد أنه قانون صلة الرحم هذا من قوانين الارتداد الإسلامي، أنه في مشكلة كبيرة جدا. أنت تعتقد أنك إذا زرت واحد أهانك أو سبك أو شتبك أو ربما ضربك أو ربما أخذ حقك، نعم، من أقاربك، نعم، أو المقربين لديك في هذه الدنيا، تعتقد أنك إذا تنازلت له وسألت عنه ولا تقربت له أنك قللت من قيمتك، هو شاف نفسه يرتفع شوي، والعكس هو الصحيح. أنا رغم أنك أسأت لي وذميتني وهجرتني وربما ظلمتني من أقاربي، أنا أصلك لأجل ذاتي وليس لأجل ذاتك، من أجل أن يطيل الله في عمري ويوسع لي في أثر. أنا المكسب لدي، أنت ما عندك أي مكسب نهائي. فهذا القانون الرابع من قانون الارتداد. ثم نأتي إلى قانون آخر وهو الخامس قانون الارتداد، وهو قانون الدعاء. دعوة المظلوم ليس بين الرحم، دعوة الوالد على ولده لولده أو لولدي، نعم، أي الدعوة المستجابة، الدعوة الثالثة من المستجابة من دعاء. في الثلث الأخير ينزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا على كيفية النزول لله سبحانه وتعالى، ليس لنا يعني مسألة في تفسير الكيفية. هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأجيبه، بمعنى أنه هذا القانون يهبك إيش النقطة الرابعة في قوانين ارتداد في هذه الدنيا.